خلينا نروح للملف النادي الاهلي. وطبعا العبد لله كان اول واحد قال لكم ان وليد ازارو في الاتفاق السعودي، وخدنا ده منشته موجود على القناه ومكتوب منشط رئيسي ان وليد ازارو في الاتفاق السعودي، وقلت لكم الفلوس لن تقف هائلا، وان المدير الفني للاتفاق عايز وليد ازارو باي طريقه، وان الموضوع كله مع سيد عبد الحفيظ وامير توفيق ووليد ازارو، وان الناس في الاتفاق منتظرين ان شاء الله باذن الله يكون معنا حوار مع احد مسؤول الاتفاق السعودي باكر ان شاء الله، بعد ان تاكد اعاره وليد ازارو رسميا للاتفاق السعودي، وزملاته كمان كتبوا له يعني اتوحشنا يا وليد وشيء من هذا القبيل، زي ما نعرف بالتفاصيل مع الاستاذ احمد السيد زميلنا مراسل النادي الاهلي. وكمان عندنا انفراد في لاعب تاني في الاهلي مطلوب في الاتفاق السعودي، فخلينا نشوف كل هذه الاخبار وموضوع جيراردو للي بيسال مع الاستاذ احمد السيد. احمد السلام عليكم يا احمد. اهلا بيك، تحياتي ليك يا استاذ عبد الناصر وتحياتي لمتابعينك في كل مكان. يعني نبدا من وليد ازارو وخلاص في الاتفاق السعودي وتاكد انفرادنا والحمد لله. يعني طبعا الحمد لله، يمكن الخبر اللي اتكلمنا عليه منذ اكثر من اسبوعين وكنا كل يوم بنتابعه، خلاص رسميا فعلا يعني وليد ازارو دلوقتي في السعوديه بيستعد لاول مباراه مع فريقه السعودي، فريق الاتفاق السعودي. خلاص يعني ظهر اليوم او ظهر الان تتم انهاء كل التفاصيل الماليه في كل الامور. خلينا برضو نوضح كل هذه الامور، يعني يمكن كان عرض الاتفاق السعودي لضم وليد ازارو بقيمه 500,000 دولار، والنادي لا يحصل على نفس القيمه 500,000 دولار، لكن يعني لا كان طمعان اكثر من كده، الاهلي تنازل عن 100,000 دولار لصالح اللاعب علشان القصه تنتهي، وبالتالي يعني اعاره وليد ازارو رسميا الى نادي الاتفاق السعودي بقيمه 1,000,000 دولار، 400,000 دولار هيحصل عليهم النادي الاهلي، و600,000 دولار هيحصل عليهم وليد ازارو نصيب او مقابل الاعاره لمده 16. خلي بالك، وده بياكد انفراد العبد لله، وانا الوحيد في مصر اللي قلت ازارو ماليش دعوه بالتيشيرتات ولا لي دعوه بالانتماء ولا لي دعوه بالكلام الفارغ ده. ازارو لا زعلان انه ماشي ولا حزين انه هيسيب النادي، ازارو كل الليله بتاعته انه بيماطل على كان يحصل على فلوس اكتر، ازارو مستغل الموقف عشان يستفيد، ازارو مفيش في دماغه غير الفلوس. وده النهاردة بيأكد الكلام اللي بيقوله أحمد، بيأكد صحة الكلام ده، واللي محدش قاله. على فكرة أنا بشكر كل الناس، على فكرة جت لي رسائل كتيرة جدا شكرتني على اللايف اللي عملناه على وليد أزارو والكلام اللي قلناه، وبيتأكد النهاردة هو مع زميلنا الأستاذ أحمد السيد. يعني يمكن احنا الحمد لله بنتكلم في كل الامور بمنتهى الامانه بمنتهى المصداقيه، بنعرض التفاصيل يوم عن يوم، يمكن حتى ملف وليد ازارو بالتحديد كمان قتلناه بحثا يوما بعد يوم لحد ما خلاص بالفعل زي ما حضرتك قلت انتهى الامر تماما، ويمكن ال 100,000 دولار هي اللي حسمت انتقال وليد ازارو الى فريق الاتفاق السعودي علشان خلاص الاهلي ينهي هذا الملف تماما. 400,000 دولار حصل عليهم النادي الاهلي، 600,000 دولار وليد ازارو بقيمه 1,000,000 دولار رسميا وليد ازارو في الاتفاق السعودي، خلاص علشان الاهلي خلاص يقدر يزيح اسم وليد ازارو من قائمته علشان يبدا اجراءات اللي بالفعل ابتداها القائد الي يوفجي. خلينا نقول وليد ازارو في مباراه من الاتفاق السعودي يعني هتكون يوم الجمعه المقبل مع فريق النصر، ربما يكون على مقاعد البدلاء او متواجدا، نتمنى له كل التوفيق. وزي ما حضرتك قلت كل الناس على السوشيال ميديا من لاعبي النادي الاهلي احمد فتحي شريف اكرامي، يعني بدون ذكر اسماء وبدون يعني ما نذكر كل الناس، كلهم هنوا وليد ازارو، قالوا له يعني فتره قصيره وترجع لينا. حضرتك عارف وليد ازارو كده متبقي في عهده مع النادي الاهلي الموسم المقبل ايضا، فسته شهور هيقيم وليد ازارو في الاتفاق السعودي ويتحدد فيما بعدها يعني كل الامور الخاصه بوليد ازارو. لكن على طول الاهلي طور يعني إعارة وليد أزارو، ابتدى إجراءات يعني قيد أليو فاجي، البطاقة الدولية وصلت، تم إجراءات القيد محليا وافقيا علشان النهارده يقيد النادي الأهلي أليو فاجي في قائمته المحلية والأفريقية ويصبح جاهزا للقاء النجم الساحلي التونسي يوم الأحد القادم. وبالفعل الراجل شارك في أول مران دي النهارده أو بالأمس مع النادي الاهلي، اول مران جماعي يشارك فيه اليو باجي مع النادي الاهلي، وبالمناسبه بعرض مستوى فني وبدني مميز جدا، كان متواجد كمان كابتن محمود الخطيب في المران
يعني اعتقد تواجد اني يوفنتشي في هذا التوقيت مهم جدا، ولسه امامه فتره كافيه لكي يكون جاهزا للقاء النجم الساحلي التونسي. طيب من اشرف بيقول لك في بند بيع في العقد، قبل ما يجاوب احمد بقول لك في بند بيع في العقد، ولو نجح وليد ازارو مع الاتفاق سيتم بيعه نهائيا للاتفاق السعودي. ده من قلب المسؤولين في الاتفاق، يعني ربما احمد ما يكونش عنده المعلومه دي. الراجل المدير الفني للاتفاق معجب بوليد ازارو، ولو نجح وليد ازارو مع اللاعب، لان هم كانوا جايبين مهاجم قوي جدا ولكن لم يوفق بالمره مع الاتفاق. كانوا جايبين مهاجم قد وليد ازارو 6 مرات، ولكن للأسف كان في أسوأ حالاته مع الاتفاق. لو نجح وليد أزارو مع الاتفاق، أنا بقول لك وليد سيستمر في الاتفاق السعودي وسيتم بيعه من الأهلي رسميا في الاتفاق. واحفظ كلامي ده ونتقابل بعد 6 شهور، احفظ كلامي ده ونتقابل بعد 6 شهور. يبقى إذا خلينا أتفق معاك، اتفضل، خلينا أتفق مع حضرتك إن خلاص يعني وليد أزارو تواجده في النادي الأهلي أصبح صعب للغاية، خصوصا بعد توتر علاقته بمستر فايلر واستبعاده فنيا من المباريات الأخيرة، وبالتالي فعلا لو تألق في صفوف الاتفاق السعودي هيتيح لي الانتقال. طب خلينا نصبح بس على صديقنا العزيز المحترم وحبيبي أيمن بيسوس، صباح الفل وتحياتنا ليك أستاذ أيمن، تفضل. وبالتالي حتى تألق وليد أزارو هيتيح له في 6 شهور دول ان هو النادي الاهلي يشتري السنه المتبقيه، والاهلي يقدر يستفيد ماديا بيه بعقده الذي يتبقى له 6 شهور عرف الاتفاق ثم موسم كامل. نتمنى التوفيق لوليد ازارو، يعني حصل على هداف الدوري الموسم قبل الماضي، نتمنى له الامور تكون افضل وافضل، واعتقد هو يستفيد كمان يكون بيلعب في فريق كبير زي الاتفاق السعودي ويقدر يشارك، يقدر يلعب في المنتخب المغربي ويرجع. وفي نفس الوقت الاهلي محتاج خلاص كده وليد أزارو بره، أليو بدجي جوه. وخلينا نقول انفراد تاني، هذه أول هدايا المستشار تركي الشيخ لجماهير النادي الأهلي، حصريا سنقولها نحن فقط، أزمة وليد أزارو هي أول هدايا المستشار تركي الشيخ، وأعتقد أن دون أن يطلب منه كان سبورت قوي من أجل إنهاء إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودي، وحل أزمة كبيرة جدا كانت تؤرق مضائق مسؤولي النادي الأهلي، قيد باديو أليو بادجي ورحيل وليد أزارو. أنا بقول لكم على مسؤوليتي الشخصية، هي أول هدايا المستشار تركي الشيخ للنادي الأهلي، هي أول الهدايا. تاني الهدايا ربما يكون حسين السيد، تفضل يا أحمد. يعني فعلا حسين السيد في عرض من الاتفاق السعودي، يمكن الاهلي برضو عنده هذا الملف يشغل باله كثيرا، ملف عارض حسين السيد للاعب الاهلي الشاب اللي يعني يبحث عن اكثر من عرض احترافي في الفتره الحاليه. يمكن في كلام من فريق الاتفاق السعودي خصوصا انه شارك مع هذا الفريق من قبل، وبالتالي هو يعلم كل كبيره وصغيره ومش غريب على جماهير الاتفاق السعودي، فربما تشهد الساعات القادمه ايضا انتقال حسين السيد الى النادي الاتفاق السعودي. حتى هذه اللحظه لسه الامور لم تحسم، ولكن في مفاوضات ومفاوضات مكثفه من اجل ضم حسين السيد. وخلينا نقول حسين السيد مرحب بهذا الكلام، مرحب بهذا الانتقال، هو حابب يرجع الدوري السعودي ومش حابب ان هو يشارك في الدوري المحلي مع اي فريق غير النادي الاهلي. ده بالنسبه لموقف حسين السيد، واسمح لي برضه ان انا استغل الوقت واقول يعني بيان اللي اظهره مجلس اداره النادي الاهلي. لا قبل البيان، بس خلينا نكمل الاول عشان ما نحيرش الناس قبل البيان، نروح لصالح جمعه جاي عليه 100 سؤال. في جديد؟ صالح جمعه لا جديد صالح جمعه، يعني يمكن زي ما اتكلمنا بالامس هو مختفي، وهو في كلام وفقا لما اعلنه كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان هيكون في جلسه مع صالح جمعه لحسم يعني هذه الامور وهذا الملف تماما، لكن خلاص احنا اتفقنا ان صالح جمعه خارج اسوار القلعه الحمراء. يعني هيروح فين؟ العروض، هو عنده عرض من سموحه
عنده عرض من الاسماعيلي، من الاتحاد، هو بيبحث عن بعض الانديه في الدوري البلجيكي، ربما في الدوري اليوناني، يعني في بعض العروض مع وكيل اعماله، لكن هو لم يجلس حتى هذه اللحظه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبالتالي لم يتم اتخاذ قرار بشانه. هو بيبحث مع نفسه مع وكيل اعماله عن بعض العروض، لكن خلاص صالح جمعه ربما يعني خلال الفترات القادمه نعلن لحضرتك خبر انتقاله لاي نادي، سواء على سبيل الاعاره او سبيل البيع، لكن خلاص صالح جمعه خارج النادي الاهلي. طيب صلاح محسن بعد رحيل ازارو، لان احنا قلنا ان رحيل ازارو هيكون في كلام كتير على صلاح محسن، سواء برحيل ازارو او بقاء ازارو، هل وضح موقف صلاح محسن بعد ان تاكد رحيل وليد ازارو؟ يعني خلينا نقول ان المفاوضات من نادي سموحه تجددت كمان، وتجددت اليوم بطلب كمان اعاره محمد عبد المنعم لاعب فريق النادي الاهلي الشاب مواليد 99، وده اللي جدد المفاوضات شويه وزود المقابل المادي. يعني فريق سموحه دخل بقوه وقال ان هو عايز صلاح محسن، وعايز كمان مدافع فريق الشباب بالنادي الاهلي مواليد 99 محمد عبد المنعم، عايز يضم الاثنين مع بعض على سبيل الاعاره. مستر فايلر ادى موافقه مبدئيه على ضم يعني محمد عبد المنعم، لان هو مش بيشارك طبعا مع الفريق الاول، وان كان من ضمن الناس اللي كانت بتتمرن بكثافه وبكثره مع الفريق الاول، فالراجل ما عندوش مشكله، راجل يطلع على 6 شهور بس ويكتسب المزيد من الخبرات، يرجع يقدر يفيد الفريق الاول او حتى فريق شباب في النادي، وهو من اللعيبه المميزه والواعده. وبالتالي محمد عبد المنعم يقترب، لكن صلاح محسن لسه مستر فايلر نفسه ما حسمش يعني امكانيه ضم سموحه ليه، وان كان الاقرب وفقا للمفاوضات مع سموحه النهارده ومحاولات زياده المقابل المادي ان يتم الموافقه، لكن خلينا نقول لحد هذه اللحظه هي 50-50 بالنسبه لصلاح محسن. بعد رحيل ازارو من المفترض ان نسبه صلاح محسن تزيد، ولكن زيادة فريق سموحة للمقابل المادي وطلبهم كمان محمد عبد المنعم خلى العملية متساوية، ربما خلال الساعات القادمة مستر فايلر هو من يحسم بنفسه هذا الملف. كويس جدا، عشان تبقى الدنيا مربوطة ببعضيها. رشا أباظة بتسألك عن عمار حمدي. عمار حمدي مفيش جديد، خصوصا هو كان مصاب في كدمة في الأنكل، وبالتالي يعني جاله عرض من الهندي، جاله عرض من الاتحاد، مستر فايلر مصر حتى هذه اللحظه الابقاء عليه، فخلينا نقول الموقف دلوقتي لن يرفض التفريط فيه، لانه شايف انه لعيب مميز، شارك مع منتخب الشباب تحت 23 سنه وقدم مباريات مميزه جدا. حتى هذه اللحظه مستر فايلر يعني مقتنع بقدراته وعايز يعني الابقاء عليه، لكن ربما الساعات القادمه تشهد جديد زي برضه موقف صلاح محسن، لكن حتى هذه اللحظه عمار حمدي مكمل في النادي الاهلي. الناس اللي بتسأل عن جيراردو، خلاص رحيل وليد ازارو يبقي جيراردو، ما يعني مش محتاجه اجابه. صح، والاهلي قفل خلاص هذا الملف تماما، واللعيب بركز مع النادي الاهلي تماما. بالظبط، كابتن سيد عبد الحفيظ اجتمع معاه النهارده قبل المران، بالامس قبل المران، وتم غلق كل هذه الامور، يمكن اتكلمنا امبارح والنهارده صفقات التونسي هو قفل، وهو كان حابب يكمل مع النادي الاهلي، اغلق كمان ملف الاحتراف في البرازيل، وبالتالي جيرالدو مكمل مع النادي الاهلي، الاهلي محتاجه وهو محتاج الاهلي، وحابب يثبت كمان ان هو صفقه مميزه للنادي الاهلي وفقا لكلامه، بيقول انا عندي لسه الكثير اقدر اقدمه، هو بالفعل لسه محتاج يقدم كتير وكتير لجماهير النادي الاهلي، وبالتالي خلاص جيرالدو مستمر في النادي الاهلي علشان يعني نقفل هذا الملف تماما. طيب طبعا الناس اللي هتقعد تكلمنا، يعني حد يقول لك ايه بهاء مجدي، مش عارف، حد بيقول لي ايمن منصور، احمد ايمن منصور، يعني يا جماعه احنا خلصنا يناير عشان نتكلم في يعني لا انتوا بقى انتوا فاضيين بقى، عايزين تقضوها كلها حكه، كل واحد عاجبه لاعب يقول لك الاهلي هيجيبه ولا لا. نختم جولة اللعيبة برمضان صبحي، طمنا عليها، واللجنة اللي شكلها الكابتن محمود الخطيب اللي عمل كل الجهد من أجل الحصول على رمضان صبحي بيع نهائي، خلي طمنا على الموضوع ده يا أحمد. خلينا نقول ان امير توفيق بصراحه بيبذل مجهودا كبيرا في هذا الملف، ومعاه كمان المستشار عبد القيم مستشار لجنه التعاقدات والتسويق. يعني خلينا الاول نطمن ان رمضان صبحي يعني فنيا او بدنيا هو بيقدم تدريبات او جلسات في الجيم بالامس الاربع، كمان ادى كمان تدريبات الجيم مع النادي مع باقي اللعيبه، كمان تدريبات الجري اداها كمان بشكل مميز مع طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالجهاز الفني،
وبالتالي نسبه شفائه بتكتمل يوما بعد يوم، زي ما احنا قلنا خلاص لقاء نجم الساحل التونسي هو اوت مش هيشارك، ولكن باذن الله يلحق مباراه الاول من فبراير، مباراه الهلال السوداني، لاني عنده مباريات مهمه في شهر فبراير كتير، وبالتالي هو مش عايز يستعجل عودته عشان بس ايه الكلام يكون واضح. وبالتالي رمضان صبحي كان عنده مزق كبير في الخلفيه، لن يشارك في لقاء النجم ان شاء الله يلحق مباراه الهلال، وده في شهر فبراير مع النادي الاهلي. بخصوص الاهلي محاوله شراء اللاعب، يمكن زي ما حضرتك قلت يعني امير توفيق ولجنه مصغره النادي الاهلي بيحاول جديا وجاهدا ان هو يبدا يشتغل في هذا الملف من بدري. كان في كلام مع نادر شوقي كمان يعني وكيل اعمال اللاعب، يمكن نادر شوقي مش حابب يكون في كلام مبكرا في هذا الشان لان لسه بدري جدا، لكن الاهلي بيتحرك في هذا الملف من بدري، عايز يكون اللاعب مكمل في النادي الاهلي، خصوصا ان لو رمضان ما عندوش اكثر من عرض مميز في اوروبا، وبالتالي يكون تواجده في النادي الاهلي اكيد افاده ليه هو شخصيا وللنادي الاهلي. لكن من اجل التفاوض المادي مع فريقه لسه ما فيش جديد، لكن الاهلي باذن الله هيسعى بقوه مبكرا كمان في هذا الملف. يعني الشناوي عينها بمباراه النجم، يلحق ان شاء الله مفيش اي مشكله. ويمكن حتى لو حابين نتكلم عن المران كمان سريعا النهارده، يعني تواجد الكابتن محمود الخطيب في المران يعني من اوله لاخره، جلس مع كابتن سيد عبد الحفيظ، تابع جزء كبير من المران اللي ابتدى باجتماع ما بين مستر فايلر والمجموعه من اللعيبه واللعيبه كلها قبل المران. يعني كان في تركيز شديد من اللعيبه على التركيز في لقاء النجم، وحتى كان في كلمات للكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن محمود الخطيب كمان اظهر اللعيبه وطالبهم بالتركيز بشده في لقاء الاحد القادم. بادجي النهارده شارك في المران بشكل مميز جدا، الشناوي اللعيبه كلها كانت يعني بشكل مميز. يمكن المران كان مغلق، لكن خلينا نقول يعني اللي جالنا كمان ان كان في بعض الجمل الفنيه اشتغل عليها مستر فايلر، خصوصا تمركز المدافعين، وخصوصا كمان الكرات العرضيه اللي اشتغل عليها من الوينجين. يمكن مستر فايلر ربما يكون عنده كمان فكر مختلف او رؤيه مختلفه للقاء النجم، هيشتغل مع اللعيبه يعني من اجل تطبيقه في الفترات القادمه. اعتقد لقاء هيبقى مهم جدا للنادي الاهلي، لقاء النجم الساحلي التونسي يوم الاحد القادم. اللي بيسال على الو بادجي، بادجي هيشارك في مباراة النجم إن شاء الله. حسام عاشور ممكن ينحق بمباراة النجم، حسام سليم ودي رؤية فنية مشاركته من عدم، ودي بتاعت فايلر، بس كان بنرد على الأسئلة بتاعت الناس. في حد تاني بيقول، كان في حد بيسأل على لا مش هنقول مش كل واحد يا جماعة عجبه لاعب هنقعد نتكلم من دلوقتي، لسه بدري. كوليبالي هيلعب مع النجم، دفع الغرامة. عندك معلومة إن كوليبالي ممكن يلعب ضد الأهلي؟ هو ممكن انه شارك مع النجم في اللقاءات الماضيه، ما فيش اي مشكله، ويمكن الغرامه لان يستعجل هذا الملف. لكن مشكله النجم الساحلي التونسي انه كان في استقالات كتيره في مجلس الاداره، وبالتالي علشان المبلغ كبير كان لازم موافقه الجامعه التونسيه او اتحاد الكوره هناك او وزاره الشباب والرياضه هناك، لكن الامور تاخرت شويه. النادي الاهلي يستعجل هذا الملف، لكن ده لا يمنع ان خلاص كوليبالي بيشارك وشارك مع فريقه وممكن الهلال ويقدر يشارك قدام النادي الاهلي، ما فيش اي مشكله يعني. طيب كمان عندك اخبار عن المصابين، وطمنا على كريم ندفد. كريم ندفد بيأدي برنامجه التأهيلي، ما فيش اي مشكله، لكن مشكله كريم ندفد زي ما انا قلت موضوع رشح في الركبه، فهو خد راحه سلبيه ورجع يتمرن تاني في الجيم مش اقل من 10 ايام وربما اكثر كمان علشان يتم عودته من تدريبات مره اخرى. ويمكن كمان النهارده او بالامس مستر فايلر بالتحديد كان في كلام مع الجهاز الطبي يعني على ان مستر انا كريم نزل يتم عرض الاشعه الجديده اللي هيعملها كمان يومين او ثلاثه على طبيب الماني من اجل حسم يعني ملفه وعودته للتدريبات التاهيليه مجددا. كريم نزل اصابته طولت ما فيش شك، لكن ربما قلنا ان التشخيص اللي حصل ليه من احد الاطباء في المانيا هو السبب في ذلك، مثل ما اعلم دكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي، لكن هو بيقدم برنامج تاهيلي منفردا. نتمنى ان شاء الله نشوفه في التدريبات على حوالي 10 او 12 يوم مع النادي الاهلي. لكن باقي المصابين حمدي فتحي نفس القصه، سعد سمير النهارده بيتواجد في المران وبيقدم حد بيشتغل كمان مع نفسه تدريبات تاهيليه يعني رغم ان القدم ما زالت في الجبس، لكن بيشتغل تدريبات حتى يعني في الجيم الخاص بمدرب تمام السابق حمدي عبد الدين. يعني خلينا نقول اللعيبه المصابه بيتم تاهيلهم بشكل مميز،
الناس طبعا متضايقه شويه طول فتره طول فتره الاستشفاء، لكن ده امر طبيعي شويه، ولكن كمان ما بقاش حابب يستعجل عودتهم علشان يطمن بنسبه تفوق ال 100% عن عودتهم مجددا يعني. طيب اخد رايك بقى واختم معاك في دقائق والنبي، عشان طولنا يا ابو حميد، كان وقت الناس وما نطولش عليهم. كنت عايز تقول رايك في البيان الصادر من النادي الاهلي بشان المستشار تركي آل الشيخ وخطابه، وبيان المستشار تركي آل الشيخ الذي اعقب بيان النادي الاهلي. بس خلينا اقول رساله احمد بيقول يا استاذ عبد الناصر مدحت شلبي بيحاول يصطاد في الماء العكر ويحور في بيان النادي الاهلي بخصوص المستشار ترك، وجا اتكلم في هذا الموضوع وفهم مدحت شلبي ان ده عيب وما يصحش. احنا قلنا بيان الاهلي جاب كل شيء، وبيان المستشار تركي آل الشيخ جعل الصفحه بيضة ناصعه زي الفل. انا شخصيا اعتذرت، قلت انا بعتذر كعبد الناصر عن اي شيء صدر مني سلبيا من أول ما فتح هذا الملف ومن أول ما أبو ناصر جه مصر. أي حاجة قلتها سلبية زعلت حد سواء في الأهلي أو لدى أبو ناصر أو هو شخصيا بعتذر، وبديت من النهاردة صفحة جديدة قلت فيها يحيى الخطيب يحيى أبو ناصر. النهاردة ناس كتير هتنام عندها البواسير، وناس كتير هتنام عيانة، وناس جالها السكر وناس جالها الضغط. فإحنا بندفع في الدفع نحو هذا الملف إيجابيا، وإن شاء الله بإذن الله قلت لكم أبو ناصر بيتحرك كالصاروخ، اللي راح حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص، وإن النهاردة نايمين زعلانين وعندهم الضغط، أعتقد إنهم هيموتوا الشهر الجاي إذا كنا حيين هنتفرج عليهم وهم يتساقطون واحد تلو الآخر، لأن الخطيب وترك للأهلي والأهلي للخطيب وترك الشيخ وللجماهير العظيمة، واللي جاي هيكسر الدنيا. اسمعوا مني، اللي جاي هيكسر الدنيا. اتفضل يا أحمد. اتفق معاك تماما، وخليني بس دقيقتين مش اكتر ولا اقل. كمان البيان اللي اصدره النادي الاهلي وعقبه رد معالي المستشار تركي آل الشيخ نقل القصه، نقل فيلم يعني. يمكن جماهير النادي الاهلي البعض منها كان يعني منتظر رد النادي الاهلي، عايز يعرف الموقف ايه. خلاص الموضوع واضح جدا جدا جدا، هو تاكيد مجلس اداره النادي الاهلي على امتنانه وحبه وسمو العلاقه السابقه مع معالي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي الفاعل للنادي الاهلي، ورد معالي المستشار تركي آل الشيخ سريعا على هذا البيان، وقال ان الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي شرف كبير ومسؤوليه اكبر ولا مجال للوقيعه مره اخرى. كمان يعني كلامه المميز بخدمه النادي الاهلي بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤيه مجلس ادارته، الكلام محترم من الطرفين، العلاقه مميزه ما بين الطرفين. جماهير النادي الاهلي خلينا من اللي حضرتك بقى يعني رد فعل الجماهير ورد جماهير السوشيال ميديا وبعض الاهلاويه، الناس مبسوطه، الناس مرتاحه لما يكون في خلاص ثوابت للعلاقه، الناس مبسوطه، العلاقه واضحه للناس كلها، الاراء يعني متكافئه ومترابطه. رد النادي الاهلي سريعا، رد بيان معالي المستشار تركي آل الشيخ سريعا يؤكد خلاص المضي قدما في علاقه يعني تخدم الطرفين بما يتفق مع ثوابت القلعه الحمراء، هو ده الاهم وهو ده الجميل. واكيد زي ما انا قلت قبل كده ان البعض هيحاول طبعا ينخرب، البعض هيحاول يجيب كلام من هنا يجيب كلام من هنا، ده وارد جدا، لكن خلاص المواضيع دي كلها كانت فتره وانتهت. واكيد العلاقه لمصلحه الطرفين علاقه مهمه، وده اللي بيسعد بقى جماهير النادي الاهلي وده اللي منتظراه جماهير النادي الاهلي. فنتمنى ان شاء الله الفتره القادمه اكيد لجماهير النادي الاهلي وللقلعه الحمراء اكيد في ناس منتظره حاجات كتير قوي، لكن خلينا نقول طالما العلاقه والتعاون بهذا الشكل يبقى اكيد الامور المنتظره اكيد هتفوق طموحات كل جماهير النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد، ونلتقي في لايف جديد ان شاء الله.